في ذكرى الإسراء والمعراج، ونبتدي كلامنا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتدفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الطلاق، واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. بنرحب بضيفنا في فقرتنا الحوارية الشيخ محمد سعد إمام بإدارة أوقاف أسوان. أهلا بحضرتك معانا شيخ محمد. دايما احنا يعني بنحتفل بذكرى الإسراء والمعراج، لكن احنا في كل مرة بنحب نسمع نفس القصة، وقصة الإسراء والمعراج وسببها وكل حاجة عنها. نبتدي منين؟ والله يعني ممكن نقدم تمهيدا وتوطئة لما قبل الإسراء والمعراج. بداية نقول أنه يقصد بالإسراء هو تلك الرحلة الليلية التي خص الله تعالى بها نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ويقصد بالمعراج ما حدث بعد الإسراء من عروج النبي صلى الله عليه وسلم وارتقائه إلى السماوات العلى، حتى وصل إلى مستوى تنتهي دونه علوم الخلائق، حتى وصل إلى مستوى لا يعلم حقيقته وكنهه إلا الله سبحانه. هي كلها رحلة واحدة ولا دي زي بنقول كده الذهاب يعني والعودة؟ لا، هما رحلتان في رحلة واحدة، الإسراء والمعراج. أما ما قبل الإسراء والمعراج فمع مطلع السنة العاشرة من البعثة بلغ الهم والكرب بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغه، فمكة تضيق بدعوته، وقريش تطارده حتى تخرجه من أرضه وأهله وعشيرته. يذهب إلى الطائف صلى الله عليه وسلم لعله يجد قلوبا رحيمة تستجيب لدعوته وتستجيب لرسالته العظيمة، فردوا عليه بأقبح الردود صلوات ربي وسلامه عليه، حتى أرسلوا إليه سفهاءهم وصبيانهم يضربوه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه الشريفتين. فرجع من الطائف مهموما محزونا لا يشعر بنفسه، والتجأ إلى ربه بدعائه حينما قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلوني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إلى آخر هذا الحديث، وإن كان فيه ضعف يسير. ثم بعد ذلك في هذه الآونة فقد عمه أبو طالب الذي كان يعتبر مصدر حمايته ورعايته، وفقد زوجته السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها رفيقة دربه وأنيسة فؤاده، ففقد بفقدهما الحماية والمؤانسة، والقوم في طغيانهم يعمهم. مع هذه الأجواء الصعبة والظروف التي حدثت لسيدنا رسول الله، يشاء ربك سبحانه وتعالى أن يثبت قلب سيدنا رسول الله وأن يسلي قلبه على طريق الحق، فمن عليه المولى سبحانه وتعالى برحلة روحانية ربانية لم ينل شرفها قبله ملك مقرب ولا نبي مرسل. كأن الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الرحلة يقول لنبيه: إن كان أهل الأرض قد طردوك وآذوك، فإن رب السماوات والأرض يدعوك، قم أيها المصطفى لترحل من عالم الأرض إلى عالم السماء. فرحلة الإسراء والمعراج جاءت بعد محن تعرض لها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه رحلة مباركة بدأت بأقدس بقاع الأرض وانتهت بأعلى طبقات السماء. اتسمت بالخلود لأن القرآن الكريم ذكرها، بل وأفرد سورة باسمها، ألا وهي سورة الإسراء التي بدأت بتنزيه الساحة الإلهية عن كل نقص لا يليق بالذات العلية، وأسندت هذه المعجزة إلى رب البرية حتى لا يشرد عقل ولا يشغب مشاغب في رحلة عظيمة ومعجزة خالدة أجراها خالق القوى والقدر قيوم السماوات والأرض سبحانه وتعالى، الذي يقول للشيء كن فيكون. شيخ محمد، ناخدها الإسراء الأول وبعد كده نتكلم في المعراج، ونقول إيه الحاجات اللي عادت على المسلمين منها، يعني مثلا هل بتوقيتات الصلاة، بإيه الحاجات اللي ربنا أمرنا بها بعدها؟ دروس عظيمة يعني نستلهمها من هذه الرحلة المباركة.
أول ما نتعلمه من هذه الرحلة الطيبة المباركة فرضية الصلاة وأهميتها. فالصلاة هي يعني عمود الدين، أعظم أمور الدين بعد توحيد الله الصلاة، ولذلك فرضت، هي العبادة الوحيدة التي فرضت من غير واسطة، فرضت على سيدنا رسول الله في السماء بلا واسطة. كل أمور الدين وكل الأوامر والنواهي الشرعية جاءت عن طريق سيدنا جبريل إلى سيدنا رسول الله، إلا الصلاة فهي العبادة الوحيدة التي فرضت على سيدنا رسول الله في السماء وبلا واسطة. هذا يدل ولا حتى صوم رمضان على أهم، كذلك الصوم، هذا يدل على أهمية الصلاة، أن لها شأنا عظيما، حتى الذي لا يشعر بأهميتها، الذي لا يشعر بقيمتها، نقول له إن الصلاة فرضت في رحلة عظيمة، فرضت في السماء، فرضت 5 صلوات بأجل 50، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ويخفف ويخفف حتى استقر الأمر على 5 صلوات بأجل 50. علمتنا هذه الرحلة الطيبة المباركة فضل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين، وإن شئت فقل على جميع الأولين والآخرين. رأينا ذلك في صلاة الأنبياء كلهم في خلال هذه الرحلة، صلى المصطفى صلى الله عليه وسلم بالأنبياء كلهم 2 ركعة، كلهم يصلي خلف سيدنا رسول الله. ففي صلاة الأنبياء خلفه صلى الله عليه وسلم دليل واضح على تسليم القيادة والريادة له صلى الله عليه وسلم، دليل واضح على عموم رسالته وخلود إمامته وإنسانية شريعته وصلاحيتها لكل زمان وكل مكان. فهو صلى الله عليه وسلم نبي القبلتين وإمام المشرقين والمغربين، ووارث الأنبياء قبله، وخاتم الأنبياء والمرسلين، وهو إمام الأجيال بعده صلى الله عليه وسلم. علمتنا الإسراء والمعراج أنه بعد كل محنة منحة، صح، وبعد كل شدة رخاء، وبعد كل صبر عطاء. فقد تعرض المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل هذه الرحلة العظيمة، تعرض لمحن عظيمة، كما قلنا قريش أوقفت الطريق في وجه دعوته، ومكة أضاقت عليه الدعوة، وتوفي في هذه الآونة عمه مصدر حمايته ورعايته، وتوفيت زوجته. كل هذا والمصطفى صلى الله عليه وسلم ماض في طريقه، صابر لأمر ربي، لا تأخذه في الله سبحانه وتعالى لومة لائم ولا كيد مستهزئ. فجاءت هذه المنحة، ألا وهي رحلة الإسراء والمعراج بعد محن عظيمة. طب نوصف بقى رحلة الإسراء ولغاية وصول الرسول عليه الصلاة والسلام. الأحداث يعني بالمعنى كما ثبت في كثير من الروايات، أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان نائما في حجر الكعبة، فجاءه جبريل فشق صدره واستخرج قلبه وملأه حكمة وإيمانا، ثم جاء له بدابة بيضاء يقال لها البراق، تضع خطوتها عند منتهى طرفها، فركب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل حتى وصلوا إلى بيت المقدس. فدخل صلى الله عليه وسلم بيت المقدس فوجد الأنبياء جميعهم هناك، فصلى بهم 2 ركعة، كلهم يصلي خلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج المصطفى صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى، فجاءه جبريل بإناءين، إناء فيه خمر وإناء فيه لبن، فاختار صلى الله عليه وسلم إناء اللبن عن إناء الخمر، فقال له جبريل: لقد اخترت الفطرة، وفي رواية: الحمد لله الذي هداك للفطرة. ثم عرج به جبريل إلى السماوات العلى، فوجد في السماء الأولى آدم عليه السلام، وفي الثانية يحيى وزكريا وهم أبناء خالة، وفي الثالثة إدريس، وفي الرابعة يوسف، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم عليه السلام، وكان إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور الذي يدخله في اليوم الواحد 70,000 ملك، ثم يخرجون منه فلا يعودون إليه مرة أخرى. فرحب جميع الأنبياء
بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا له بالخير. ثم بعد ذلك رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم من المشاهد والعلامات والدلالات ما رأى، رأى صلى الله عليه وسلم من آيات ربه ما رأى، ثم إلى سدرة المنتهى. فما أحد من خلق الله سبحانه وتعالى يستطيع أن ينعتها من حسنها وبهائها وجمالها. ثم أوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض الله على عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم 50 صلاة في اليوم والليلة. فرجع المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى نبي الله موسى فقال له موسى: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. صح. فأخذ صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وبين نبي الله موسى، وأخذ صلى الله عليه وسلم يخفف عن أمته ويخفف ويخفف حتى استقر الأمر على 5 صلوات بأجل 5. وما زلنا نعاني من الكثير الذين لا يدركون قيمة هذه الصلاة العظيمة وهذه الفرضية التي هي من أهم ما ينبني عليه هذا الدين. وفي رحلة المعراج أيضا، رحلة المعراج رحلة عظيمة ذكرت في سورة النجم في قوله تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. يعني هذه آيات عظيمة تثبت لنا رحلة عظيمة، رحلة المعراج التي عرج بها وارتقى إلى السماوات العلى وشاهد من آيات ربه سبحانه وتعالى ما شاهد. فهاتان الرحلتان ثابتتان بالكتاب والسنة، رحلتان خالدتان كان فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه يقظة لا منام. ما لسه كنت عايز أقول لحضرتك، هل هو يعني طلع بروحه ولا بجسده؟ ليس كما يدعي بعض المدعين. الذي عليه جمهور الخلف والسلف أن هذه أن هاتين الرحلتين كان فيهما المصطفى صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه يقظة لا منام. ولا نعول أبدا على من يقول إنها كانت رؤيا منامية لسيدنا رسول الله أو كان فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم بروحه فقط، هذا كلام بعيد جدا عن الصواب. فلو كانت رؤيا منامية لسيدنا رسول الله لما كان في الأمر غرابة ولا معجزة ولا إنكار على سيدنا رسول الله، لأن مثل هذه الرؤى المنامية لا تنكر. كذلك أيضا في قوله تعالى: أسرى بعبده، لفظة العبد هنا تشمل الروح والجسد معا. ولذلك يقول الشاعر: يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سريت مطهرين كلاهما نور وروحانية وبهاء، فضل عليك لذي الجلال ومنة، والله يفعل ما يرى ويشاء. بس يعني مش كل الأنبياء اللي الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بيهم هم اللي شافهم في السماوات السبع. يعني كان على ما على حد علمي والله أعلم أن كثرة من الأنبياء هناك. كثير من الأنبياء صلى بهم صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا كما قلنا دليل على أنهم سلموا القيادة والريادة لسيدنا رسول الله. فالدروس التي يعني يمكن للأمة أن تتعلمها من هذه الرحلة الطيبة المباركة دروس عظيمة. علمتنا أيضا أنه أن ديننا دين الفطرة، دين الفطرة السوية، يتلائم مع الفطرة ويلائم ويلبي احتياجاتها ويكبح جماحها. رأينا ذلك في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لإناء اللبن عن إناء الخمر، فقال له جبريل: لقد اخترت الفطرة. فالإسلام هو دين الفطرة كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلم. شيخ محمد، نتكلم بقى بعد رحلة الإسراء والمعراج، هل الناس صدقوا بسهولة أو حصل إيه؟ هذا سؤال مهم جدا. الأمر معجزة كما نعلم جميعنا أن هذا من باب الإعجاز الذي يجريه الله سبحانه وتعالى على يد أنبيائه ورسله تصديقا له. لما أسري بسيدنا رسول الله وتحدث الناس بذلك ارتد بعض من آمن بسيدنا رسول الله، كان إيمانهم ضعيف، فارتد بعض المرتدين. فذهب أناس إلى أبي بكر رضي الله تعالى فقالوا له: يا أبا بكر، هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورجع من ليلته قبل أن يصبح. فماذا قال الصديق رضي الله تعالى عنه؟ قال: أو قال هو ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك فقد صدق. بمجرد القول من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يترسخ الإيمان في قلب الصديق رضي الله تعالى عنه، وهذا علامة واضحة على فضله رضي الله تعالى عنه ومدى إيمانه وتصديقه المطلق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم، قالوا له: يا أبا بكر، أتصدق أنه ذهب إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة ورجع قبل أن يصبح، ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا؟ قالوا: نعم. قال: نعم أصدقه، إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روح، أفلا أصدقه في ذلك؟ فسمي حينها رضي الله تعالى عنه بالصديق. فسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يسبق الأمة بكثير صيام أو صلاة أو عمل، وإنما سبق الأمة بما وقر في قلبه من إيمان وتصديق مطلق لسيدنا رسول الله، فاستحق رضي الله تعالى عنه أن يكون ثاني اثنين إذ هما في الغار، واستحق رضي الله تعالى عنه أن يكون إيمانه أثقل من إيمان الأمة، واستحق رضي الله تعالى عنهم أن يقول عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل من له يد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر فإن له علينا يد الله يكافئه بها يوم القيامة. هل الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت لهم بمشاهد أو بأحداث؟ لا، المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما سئل ماذا رأيت فوصف المسجد الأقصى، أتاه جبريل بصورته فأخذ يصف في الباب كذا وفي الناحية الشرقية كذا وفي الغربية كذا، فالأمر كان صعبا على أولئك الكفار، لذلك قالوا ساحر وقالوا كذا لم يصدقوه. لكن الذي يعرف المصطفى صلى الله عليه وسلم حقيقة المعرفة لا يملك إلا الإيمان به والتصديق رضي الله تعالى عنه. دروسنا المستفادة من الإسراء والمعراج أيضا دروس كثيرة، يعني هذه الدروس يعني ينبغي أن في كل حادثة وفي كل حدث للأمة الإسلامية لا يمر علينا مرور الكرام، وإنما ينبغي أن نستخلص منه الدروس والعبر. علمتنا رحلة الإسراء والمعراج أن للمسجد الأقصى مكانة عظيمة في نفوس المسلمين، فهذا المسجد له رابطة عقدية قوية، فهو أولى القبلتين ثالث الحرمين ومسرى نبينا صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماوات العلى. هذا المسجد الذي يتعرض الآن لانتهاكات المنتهكين المغتصبين، نسأل الله تعالى أن يعيده للأمة الإسلامية، ونسأل الله تعالى أن يعجل بتحرير هذا المسجد الأقصى المبارك. شيخ محمد سعد إمام بإدارة أوقاف أسوان، شرفتني بوجودك معي، وبننهي حلقتنا النهاردة وبالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقطى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. شكرا لكم وإلى اللقاء.